سيداتي سادتي أعزائي المشاهدين، مرحبا وألف مرحبا بكم من جديد. معكم طارق من مجرة العدا في العروض العقارية الرائعة. جيب بكم اليوم شقق من فئة ديال السكن المتوسط ولكن بواحد الفينيسيون بواحد الديكورات اللي هما فاخرة، كيتواجدوا في عمارة اللي هي صغيرة عبارة عن أخ بلوس دو، بما معناه شقة في الطابق الأرضي، شقة في الطابق الأول، وشقة في الطابق الثاني. أتواجد بكم اليوم بمدينة مكناس، وبالضبط على مقربة من طريق الرباط، على مقربة من المركز التجاري مرجان، على مقربة من مجموعة من الماركات العالمية المعروفة. وما زاد هذا العقار جمال هو أنه ما عندوش حاجة بالرؤية، بما معناه ما عندوش الفيزاج. إلا حليتي الشراج مثلا ديك ديال الصالون ولا ديال الساجور ولا المطبخ، ما كاينش قدامي شي حاجة اللي غادي تحجب عليا الشميشة ولا الهواء. العقار ديال اليوم كيتواجد في الطابق الاول، وكاين واحد اخر كيتواجد في الطابق الثاني، بمساحه اجماليه ديال 110 متر مربع. 110 متر مربع كتفرق كالتالي: صالون، سيجور، ثلاثه ديال الغرف، مطبخ عصري، وحمامين. عندي بالنسبه للهندسه ديال العقار فهي كالتالي: عندنا المدخل ديال العقار هو هذا، في الخلف الباب ما كاين حتى شي شقه اخرى. عندي الحمام ديالي رقم واحد هو هذا، بلافابو ديالو، الطواليت ديالو، والدش. اما هنا في هذا المدخل هذا فعندي واحد لافابو اللي هو ديال الضيوف، وبهذا الديكور مثلا وهاد الزربيه هذه اللي دايرين في المدخل. دابا شفنا المكان المخصص للاستقبال. شوفوا في هذا الممر شنو عندنا. عندنا هنا كيتفرقوا الغرف للعدد ديالهم ثلاثه، هذه ما هي الا الغرفه رقم واحد. كما قلت فاش كتحل الغرف ديالك ما كتلقى قدامك حتى شي حاجه تبني، وعلى مقربه نعاودها سوبر مارشي ديال مرجان ولا من مركز تجاري مرجان ومن الماركات العالميه المعروف. بالنسبه للمطبخ ديالي ففيه كل ما يحتاج الانسان، البلاصه فين تدير الثلاجه، لاهوت، لا بلاك. عندنا واحد البالكون فين ممكن الانسان يدير الشوفو والماكينه ديال الصابون ديالو. وعندنا هنا في الغرفه ديال الوالدين كاين فيها اول شيء فيها دوش، تواليت، في بلاكارات. بالنسبه للارضيه ديال الغرفه ديال الوالدين كلها فيها الايحاءات، وكانك كتمشى على الخشب. غرفه اللي كانت متيسعه وكبيره. ثمن العقار ديال اليوم هو 750 ألف درهم، كنهضروا على 75 مليون، ولا ربما يكون هناك شيء ما من التفاوض من النقاش مع صاحب هذا العقار، فيكفي الإنسان يجي يشوف العقار. أما بالنسبة للثمن فهو ثمن كنعاودها قابل للتفاوض. أعزائي المشاهدين نقول لكم دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء في عروض مقبلة إن شاء الله مع طارق.